زميلكم مثل انه البدايه والنهايه مش مستوعبها بشكل صحيح. عشان يعني اشرح لك اياها بدك تفهم شو معنات الرينج، تمام؟ بس بدي اسوي شغلات انه انت حاول تركز على المفهوم. هي شغلات متقدمه شويه حتاخذها فيما بعد، حاول تركز على المفهوم عشان تفهم شو معنات رينج. لقيت انا لما اقول رينج 10 ايش معنات هذا الكلام؟ اعمل لي سلسله من الارقام 10 ارقام. ايش هي الارقام هذه؟ من 0 ل 9، 0 1 2 3 4 لغايه 9، تمام؟ هكيت انت لما تشوفها زي هيك هيو عامل لك رينج من 0 ل 10. طيب عشان انه انت تشوف سلسله الارقام هذه ايش بدي اسوي؟ بدي احول لك اياها لليست. هاي احنا حناخدها فيما بعد. هذه احنا حناخدها بعدين، بس انا بدي استعين فيها في الشرح عشان تشوف بعينك ايش معنات سلسلة من الارقام. شايف؟ صفر واحد فاصلة واحد فاصلة اثنين، سلسلة من الارقام. طيب هذا لما انت اديته بس رقم واحد للرينج يبقى بشكل افتراضي من وين بدأ؟ من الصفر. طيب بدنا سلسلة تانية لغاية الخمسة وثلاثين أو الأربعة وثلاثين. شايف هيو عندك صفر واحد اثنين لغاية الأربعة وثلاثين. طيب أنت دائما بتبدأ لي من صفر، هل ممكن أنا أدخل أحدد رقم البداية؟ ممكن. فبالتالي هنا في الرينج إن أنت بتروح بتحط له رقم البداية، ابدأ لي من سبعة ويقف لي عند خمسة وثلاثين، تمام؟ هاي بدأ من 7 8 9 10، هاي معنات سلسلة الأرقام. أنت بتحدد البداية والنهاية تبعتهم. هاجيت هنا في الرينج هذا، الأرقام هذه أنا حددتهم هيك، كتبتهم مباشرة، كتبت 7 وكتبت 35. ممكن أخلي المستخدم يدخلهم ببساطة. هاي رحت عرفت متغير اسمه ستارت ومتغير اسمه ستوب وحطيته هنا في الرينج ستارت وستوب، تمام؟ وضحت؟ نص نص؟ تمام. في اي سؤال كمان؟